قامت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو قامت بزيارة عمل وتفقد لولاية مستغانم، حيث وقفت على العديد من المؤسسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وأعطت إشارة الانطلاق لقافلة تضامنية التي ستشمل كافة بلديات مستغانم. تفاصيل أكثر إذا في هذه التغطية لمخلوف الشريف. القطاع يحوز على حوالي 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص، 17 ملحقة وما يفوق 1304 قسم خاص على مستوى قطاع التربية الوطنية. وفي هذا الإطار كانت لي زيارة لقسم مدمج في قطاع التربية الوطنية ومدى سير طبعا التكفل البيداغوجي، خاصة تعليم اللغة الإنجليزية اللي تم إدخالها طبعا بتعليمات من السيد رئيس الجمهورية حتى بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي إطار دعم المرأة وتشجيعها، أكدت وزيرة التضامن أن أكثر من 28 ألف امرأة استفادت من آليات دعم الدولة وتم إقحامها في الإنتاج الوطني. المرأة في الإنتاج الوطني اللي أطلق بتعليمات من السيد رئيس الجمهورية في فيفري 2021، وكحصيلة أولية 28 ألف امرأة على المستوى الوطني استفادت من آليات دعم الدولة، وحوالي 27 ألف امرأة وجهت إلى مراكز التكوين المهني. وفي هذا الإطار كانت لي وقفة في مركز التكوين المهني اللي هو متخصص بالنسبة للنساء الماكثات في البيت، وطبعا هذا تزامنا مع انطلاق دورة فيفري 2024 بالنسبة للتكوين المهني. وفيما يخص منحة شهر رمضان التي تم رفعها إلى 10,000 دينار جزائري، صرحت كوثر كريكو بأن ولاية مستغانم تم تسجيل بها 84,000 مستفيد بمبلغ قدره 84 مليار سنتيم، والعملية لا تزال جارية. لمنحة رمضان، حيث أني وقفت وبارتياح على ضبط البرنامج تاع منحة شهر رمضان اللي كان أسدى تعليمات السيد رئيس الجمهورية برفعها إلى 10,000 دينار، وهذا بولاية مستغانم بحوالي 84,000 مستفيد و84 مليار.